بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي أعداء طلب التعليم المفتوح الفرقة الأولى المستوى الأول لمادة أصول المحاسبة ونظم المعلومات؟ يجب الأخذ باعتبار أن أصول المحاسبة ونظم المعلومات موضوع الامتحان يتضمن ما تم شرحه سواء في المحاضرات أو في أسلوب التعليم عن بعد، حيث يتضمن المقرر بيان الأثر على المعادلة المحاسبية المحاسبة عن حسابات الميزانية المحاسبة عن حسابات الدخل. والله الموفق محمد عبد الحق.